مستحيل مستحيل استاذ مريم. انت التحقيق الابتدائي ثم التحقيق القضائي، هاي محكمه التحقيق، نعم، ثم بعد ذلك كشف الدلاله بالنسبه لجريمه القتل مثلا، جرائم خطره، المحكمه يعني محكمه الجنايات ما تذهب للاعدام الا اذا تاكدت بالادله الدامغه التي لا تقبل النقاش بانه الجريمه ثابت. وورا محكمه الجنايات عندك تمييز ايضا راح تدققها. فالمساله يعني من المستحيل انه يكون مثل ما هو يصورها. هو طبعا ينظر للامور بشكل خارجي، لكن انا ما اكبرت لك، نعم، انت عليك ان تنظر الى الطرف الاخر استاذ محمد، الام الثكلة، الزوجه اللي رملت، الاطفال اللي يتموا. انت ما يصير تنظر فقط انه انت سمعت اكو واضح دكتور.